كيفية تحضير الطفل لولادة أخيه أو أخته لحضور مولود جديد على البيت؟ ولادي بالدنيا مع مايا. صباح الخير مايا. صباح النور جدار. يعني هيدا الموضوع بتصور بهم كثير من العالم. انت تخطيت هالمرحله من زمان. بس انه مرقت فيها كانت صعبه مش سهله. وخيف اجوا مع بنت اثنين يعني اجوا ياخذوا لها محلها مش شخص واحد. يعني بيكون القصه كلها هو الولد اول ولد بالبيت بيكون كل التركيز عليه والانتباه له وفجاه بيوصل المولود الجديد لياخذ من دربه وامه وبيه ياخذ بعض العابه وياخذ الاهتمام الى اخره. مزبوط. كيف بدنا نحضر حتى ما يصير في عقد هالطفل؟ كيف نحضر قبل؟ شو الاشياء اللي لازم نقولها؟ شو الاشياء اللي ما لازم نقولها تما نستبق الامور بشكل سلبي مع الطفل؟ كل هالاشياء رح نعرف عنها اكثر، بس قبل في عنا ريبورتاج بنشوفه بنرجع بنحكي. يلا عندي بنت عمرها 2 و11 شهر وهلأ ناطرة أخت لإلها. ابتداء من رابع شهر آخر رابع شهر بلشت شوي أحكيها أنه هي ناطرة أخت وكيف معقول نحضر سوا وكيف معقول هي تساعدني. بمطارح معينة حسة مستوعب الفكرة وبمطارح أبدا يعني تنسى الموضوع. هلا هي بلشت تطلب اكثر نحكي بالموضوع ابتداء من الشهر اخر السادس اول السابع، فهون بلش شوي يبين الانزعاج تبعها وهذا الشيء انا ما كنت متوقعته. شوفي هون تشوفي مامي شو مبسوط بده يصير عنده اخت. كنت متوقعه اكيد انه رح تنزعج بس مش هالقد قبل ما تخلق اختها. يعني هي انه اوكي بدها تساعدني وبدها كل شيء بس مش حابتها، يعني لو ما بتجي بيكون احسن. حتى لما كنا عم نغسل التياب ونضبضبهم تفاجأت انه رح يكون هون الخزانه او هون الجرور، ليه مش عند التيتا؟ انه هي ليش بدها تجي لعنا على البيت؟ انه نحن كثير مبسوطين هي بيتها رح يكون عند التيتا. وقتها قلت لها انه لا هي رح يكون بيتها هون، بقى قالت لي اذا بيتها هون لكن خليها ببطنك. ايه اذا بيتها هون خليها ببطنك. يعني عن جد المزعوجه. هلا هي عمرها 2 و11 شهر. مزبوط. بس في اولاد بيكونوا اصغر يعني بعد ما بيستوعبوا شو فيه، يمكن احسن. احسن لا لك، وقت الولد بيكون اصغر بيكون في عنا الشيء السيء الثاني يلي هو انه ممكن اكثر يعبر عن غيرته بالضرب، يعني ممكن اكثر يعبر عن غيرته بالعنف لانه اصغر، لانه بعد ما عنده القدره على الحوار او على الكلام بتشوف انه ممكن اكثر يضرب. يعني اذا بتشوف بالعيال الاولاد يلي بيضربوا اخواتهم بس يجيهم خي او اخت، هن اولاد اجمالا بيكونوا 2 او اصغر من 2 بعد، يعني لانه عن جد بيكون كثير صعب لهم يعبروا بالكلام عن الامور يلي هن عايشينها. هلا انا بعتبر انه اللي شفناه بالروبورتاج، بدي اوجه لها تحيه لرينا اكيد وبنوتتها، بعتبر انه اللي شفناه ايجابي. ليه ايجابي جزاف؟ لانه عم بتبلش تعبر من قبل ولاده اختها وهي شغله مهمه. يعني عبرت عن غضبها قبل، عند الوصول ما رح يكون هالقد قوي. مش قصة هيك اكيد اكيد لانه بلش يتعبر قبل، بس اكثر من هيك انه هيدا ولد بيعبر. يعني عندك ولد حتى قبل ما توصل اختها بلش يتعبر عن غيرتها وبلش يتعبر عن انزعاجها، وهي شغلة منيحة لانه قد ايه بيعبر الولد قد ايه هالطاقة هيدي رح يتم استثمارها مزبوط من خلال التعبير، بدل ما يتم استثمارها بانه جرب ضايقه جرب ازعجه جرب حط له البيبرون بتمه جرب اوقات اكبسه بالتكاية مثل ما بيعملوا بعض الاولاد. يعني هيدي الامور اجمالا بنشوفها عند اولاد مش كثير بيحكوا بالموضوع اكيد. هلا بدي جاوب شوي على الاسئله يلي انطرحت بالروبورتاج يلي هي اسئله بفتكر بتراود كل الامات. لما الولد بيقول انه ليه بيتها او بيته رح يكون هون، خليها ببطنك او امور من هالنوع، بدي اعتبر حالي انا كأم عم بتساير مع شخص كبير بطريقه كثير عفويه وبطريقه كثير موزونه. يعني
لا ما فيها تضل ببطني لانه هي هلا بس تكبر كثير ما بيقعد ساعه بطني، انا بطوني كثير صغير بدها هي تظهر من بطني وهي ببطني وبدها تصير اختي. بدي احكي الامور الكلاسيكيه يعني ما خاف ما عزم الامور براسي بشكل انه اتلبك انه ليك شو عم بتغار وشو بدي اقول لها، واذا قلت لها هيك بدها تغار اكثر. خبرها مضبوط شو ناطرها، وبدي اقول لها اهم شيء انه نحن راح نكون مبسوطين اكثر لانه انت بس تبلش تكبر رح فيك تلعبي معها، يعني انت رح تكوني مبسوطه اكثر بعد. بس بدي احضر الولد بشكل انه الولد يعرف شو ناطره. يعني اول شيء بدي افسر انه لما رح تجي اختك رح تكون كثير كثير صغيره، يمكن اكبر شوي من هيدي البوبي اللي انت عندك اياها، مشان هيك لما رح تجي اختك رح تكون ما بتمشي ما بتحكي ما بتاكل مثلك بالمعلقه، رح تكون كثير زغطوره بس بتاخذ بيبرون، ما بتفوت على التويلت مثلك، مضطرين نحط لها الكوش وبفرجيها الكوش، اصلا بتكون ما نسيت الكوش يعني سنتين 11 شهر بتعرف شو هن الكوش من مش من زمان نطفينه بتكون. فبدي احضر الولد انه هالولد هالطفل اللي جاي مش انه رح يقدر يعمل هالكوميونيكيشن معك بشكل سريع، لانه بعض الاولاد بعيشوا حاله انتظار بيعتقدوا انه رح تجي اختي دغري رح بلش العب معها ودغري رح اتفاعل معها. فالولد بده يعرف انه اول شيء رح يكون ما في مجال لهالتفاعل. والهدايا يلي بنقول له انه هيدي اجتك من اختك وهي بعدها ببطن امها مثلا، بلاقيها مش منطقية أبدا، مش منطقية. أنا أبدا بلاقيها مش منطقية. حتى أنا بحب أنه نقول للولد خاصة بس يكون ولد هيك عمره يعني فوق السنتين وصار بيفهم الولد، أنه لما نحن بنجي من المستشفى ومنجيب كادو نقول له أنه نحن اللي جبنا الكادو، مش نقول له أنه أختك أو خيك جابوا الكادو، لأنه بالنسبة له عن جد أنه الفكرة كتير إلوجيك أنه ليك شو صغير قاعد بهالكاستير وين بنروح أعمل شوبينج إذا أنا ما عم بعمل خلينا نحسس أنه نحن فكرنا فيه أنه أنا مزبوط كنت بالمستشفى لأنه عم جيب أختك، بس أنا فكرت فيك أنه أنا جبت لك الكادو. هلا إحدى الأمور يلي مش لازم تنقال أبدا جوزيف أنه نحن لما منقول للولد يلي بالبيت مثلا أنه بعدين أنت بدك تساعدني أو بعدين أنت بدك لأنه أنا بدي أتعب كتير بدك تعمل البيبرون معي بدك تجيبيلي، ما بدي قبل بلش عايش الطفل بجو أنه هو يستوهم، انه ما بدي ابدا يخطر على بال الطفل فكره انه مش رح اقدر العب بقى بدي اروح ساعدها اجيب لها الكوش لاختي. ما بدي احضر الطفل ابدا بهالطريقه. كمان من الاشياء اللي بعتبر انه افضل انه نحن ما نقولها ابدا انه بدها تبكي كثير، بدها تكون جوعانه، بده يطلع صوتها، بدها تبكي، بدنا ننزعج منها، يعني ما نحضر للسلبيات. هاي الاشياء بتجي لوحدها، وبس تجي منفسر للولد ليه عم بتصير هيدي الامور نوعا ما. بين سنتين وثلاثه وخمس سنين في فرق بالتعامل او اكيد اكيد. اول شيء بعمر السنتين بنرتكز اكثر شيء على الامور اللي رح يشوفها الولد، مهم كثير نحكي الولد، مهم كثير نفسر له، مهم نتواصل نحن وياه بالقدره اللي عنده اياها، بس مهم كمان شو بده يشوف بعمر السنتين. يعني مهم كثير انه انا وقت عندي حدا عمره سنتين عم غير الحفاض للبيبي انه انا عيط له، حاول بايد اغمره بايد بوسه بايد ثانيه اشتغل لحتى غير الحفاض. مهم فرجه بصريا لهالطفل اللي عمره سنتين انه انت مثل ما كنت تقعد على حضني كمان بعدك قريب مني، بعدك عم تقعد على حضني، بعد في هالكونتاكت الجسدي بيني وبينك. اما بس شوي نتقدم بالعمر، كل ما بنتقدم بالعمر بنصير نتكل على الكلام اكثر، بنصير نحكي اكثر، بنصير نقدم للولد اجوبه عن اسئله هو يمكن ما سالها، لو ما سالها بنعطيه اجوبه عنا، اشياء بتراود ذهنه. انه مثلا بقدر اقول للولد بكل بساطه اللي عمره 3 سنين ونص 4 سنين انه انا عارف انه انت كنت تنام مرتاح اكثر بالليل لانه ما كان حدا يبكي، في اولاد بيوعوا لما بيجي نيو بورن على البيت، او انا بعرف انه كنا نقدر نعمل بانتور ساعتين او بات امودلي انا وياك بعد الظهر، وانا عارفه انه انت عم تشتاق لي، بس انا بدي اقول لك شيء، بس بلش يكبر خيك رح نرجع نعمل كل هول وفي يعملهم معنا. يعني خبره انه انا فاهمه معاناته لدرجه انه الولد حلو كثير يحس انه انا فهمته، حلو كثير يحس الولد انه بقول له مثلا انا كمان لما اجيت اختي وبسمي له اختي، انا كمان لما اجيت اختي حسيت مثلك وتضايقت مثلك. الافضل يكون عم بيروح على الجاردوري او المدرسه؟
الافضل للام، يعني عمليا الافضل للام، بس بما انه سؤال كثير مهم جوزيف، تنقول لكل الاهل انه ما يثقبوها ابدا، انه هلا جايه باكتوبر المولود وباول اكتوبر فوت الولد اللي بالبيت على الجاردوري، هيدا مش منيحه، لانه الولد بيعتقد اوقات انه تخلصنا منه لانه جاي حدا محله نوعا ما. هلا احدى الامور كمان اللي انا بشجع عليها انه عمليا اذا التيتا هي فيها تجي لعنا تساعدنا، اذا الام هي فيها تجي عند بنتها تساعدها بالمولود، مش العكس، يعني ما ظهر الولد من البيئه اللي هو عايش فيها، كمان لما يحس الولد انه كل شيء تخربط لما اجت الاخت او اجى الخي، انه حياته تخربطت نوعا ما. حافظ على بعض الامور اللي انا بقدر اعملها، اللي هي انطر يمكن بالاوتوكار تيجي الولد، يعني عمليا كيف تزبط معنا كعيال، يعني مش كل العيال عندهم ناس بيساعدوهم، بس اذا بنقدر نظبطها هيك على الاقل اول شهرين بس. هو اذا كان اوريدي عم بيروح على المدرسه وعمره 4 أو 5 سنين ورايح قبل على الجردوري، يعني وجا طفل باكتوبر عادة او نوفمبر، يعني باول ما يروح، طب شو ما عادي، لا بنخليها بس انه هلا بنحاول للاهل اللي عندهم تشويس، يعني للاهل يلي مقررين يفوتوا الولد على الحضانه، انه بنقول لهم انه ما تثقبوها، انه بنفس الوقت مع البيرث او الولاده تبعها الافضل يكون ناطره بالبيت او هو راح جابه من المستشفى او كان مرافقه. انا بقول انه افضل لما بيوصل المولود ما يكون الولد موجود، حسب الاهل لك ليه، لانه صعب كثير خاصه على بعض الاهل اللي هن كثير بيبقوا ملبكين بحالهم، اوقات بيكون صعب ما يتلبكوا بالمولود الجديد مع انه ما انه اول مولود، بس بحس هالولد انه كلنا ملبكين، ما بدنا نحط الشير او الكرسي وشو بدنا نعمل، وهون في عليه هواء وهي الاوضه بارده وهي الاوضه مسعه وهي الاوضه كذا، فالا ما يحس انه كانه نحن مش قاشعينه نوعا ما، بدا ادراك كثير كبير من الاهل لحتى نقدر انه نجي مع المولود على البيت يكون الخي والاخت ناطرنا، بدنا ننتبه انه بدنا نهتم فيه كمان، بدنا ننتبه انه ما بدنا نكون خايفين عليه على الفوته، انه اوعى ايده اوعى راسه اوعى قدام الولد، وهيدي من الامور كمان اللي ما بدنا نستبقها مع الولد، يعني ما بدي اقول للولد انه بتعرف بتعرفي لما بتجي اختك ما لازم تشدي عليها لانها بتكون كثير صغيره، ما لازم تشديها بايدها، يعني بلفت لها نظرها بكون ما لازم تجيب لها سيرتها، لا عم حسسها بكل بساطه جوزيف انه انا متوقعه الأسوأ منها. أوكي. انا بدي اتوقع الافضل منا، يعني شغله دائما بقولها انه دائما مع الاولاد بكل شيء، بكل شيء بالمدرسه بولاده مولود، شو بدي اقول لك، بكل شيء بالاكل، اذا انا بعرف انه ما بيحب البازيلا ورز وعمل بازيلا ورز تنقول بدي اتوقع الاجابه دائما، يعني اول شيء اتوقع الاجابه. قد ايه بدها وقت ليصير في هيك محبه اكبر من الولد لخيه الجاي جديد على البيت؟ اول شيء كله بيتعلق بالاهل، اكيد بدها وقت قليل، يعني اكيد اذا بدي اعطيك وقت محدد يعني تيتقبل تيعمل ادابتاسيون تيتاقلم على وجود شخص جديد بالبيت بده تقريبا شي شهر ونص تيتاقلم، من بعد التاقلم بصير بلش يحبه، هو بيكون بحبه يعني بين متزوجين، بس بصير يبلش انه يتعلق فيه، يجي من المدرسه بدي اشوف وينه، بدي اشوف شو عم يعمل، بدي على شرط انه انا ما حسسه ولا بطريقه انه انا عايشه عالم ثاني مع خيك او مع اختك، يعني ما بدي حسسه انه انا عم ردع المولود ما تفوت او لا هلا ما فينا نعمل هيدا انا طيب. عم حفي تزيح في حبشة عينة ما بدي حسسه هيك، هيدا شيء معك حق انه ما بدي حسسه بهالموضوع، طيب بغنجه قدامه بوسه قدامه اكيد لحتى يتقبل انه هالعاطفه انقسمت نوعا ما، عم بكون عم بوسه وعم بوس الكبير كمان، عم غنجه وعم غنج الكبير كمان، بهيدي الحاله صدقني الغيره بتخف كثير 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 بهيدي الحاله، في اكيليبر مضبوط، وما حاسبه على اشياء ممكن تكون عنيفه، هي بدها حلقه لوحدها، اوقات لما بيعمل الولد اشياء عنيفه نوعا ما ما حاسبه، وما حكينا عن انه نشركه بالتحضيرات كثير مهم، انه مش اساس بس اخده معي نقي له ثياب بحس يعيش الجو شكرا. كل الضيافه البونبونات الى اخره مهمين، ثانكيو لك مايا، بنشوفك يوم الاثنين بموضوع جديد، لكن المشاهدين نحن مكملين بعد البريك ورشه ملح وبولي ليبان، جمعيه طبعا ضيوفنا منا رح نحكي اكثر عن مشاريعهم ونشاطاتهم.